عندهم دي تكنيك مزياني. هادشي دابا كان كيفاش كنكون كنتريني وقت الحبوية. Outside of basketball in that country, everywhere we went, they had a meaning, they had a purpose. عرفتي دابا حنا في المغرب كاع الناس كيتكبوا على الكره. دوك الناس اللي كيلعبوا باسكيت راه فريمون اكسيبسيونيل والله. او هنا الدراري متشبتين في ريوسهم، ماشي كاملين ولكني ان شاء الله يكون خير والله. انا تعلمنا بزاف د الحوايج نشطنا في شحال تاع لي ستاسيون. تنشوف راسي فيبل فيبل بزاف، تنشوف راسي فيبل ولكني راه كنضغط على راسي. ومن بعد تنكون ساتيسف ايه في الماتش كنلعب مزيان وكنكون ساتيسف ولكني تندير دي فوت لي هما لي ديال دي كونسونطراسيون. وكنشوف ان دوك لي ستاسيون مهمين بزاف فهمتي، الى مشيت الى مشيت خدمت عليهم مزيان وطلعت نيفو. At that level, the aspirations of those kids a lot of times is the NBA. حنا في المغرب عندنا تبارك الله دي طالون، دي جون طالون، عندنا كاع لعابه كبار اللي ما لقاوش فرص، انهم ما عندناش دي جون لانهم باش يتنفعوا بهم هما من بعد في لا ليغ يلعبوا معاهم في ليكيب سينيور. لا فهمتي، خاص تبارك الله عندنا الاداره خدمات هذا العام، خدمات من مزيان. كون ما خدماتش راه ما نتوش ديك الشامبيون ان شاء الله، ندوزو ندزنا الناسيونال نلعبو ان شاء الله ونتيو ان شاء الله. ايه المغرب ما فيهش لاكسيس باش تلعب باسكتبول باش تولي برو، ولكن فاش شفت هذا الشيء لا ما غاديش نقارنها هي مع الماسك بات فهمتي، هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تعطي فيها وترتاح. الباسكت ما درت والو في حياتي، عندي ان ديفي ديال الحياه. What we're trying to say with Giants of Africa is that you can use basketball as a tool. There's so many things that you can do under the premise of sports. In my opinion, a lot of these kids need that because they push and push and push sport. Then what next? And now with technology, camps, people, and so many means for this youth, they can take the game to the highest level and then they can find a niche for themselves. And I think it leads to winning. It leads to winning on the court and winning.